لواء محمد، أبدأ معك بتطورات الميدانية، وإسرائيل تشير إلى مرحلة جديدة من عدوانها على قطاع غزة. ما الأهداف المتبقية أمام هذه القيادة الإسرائيلية التي باتت عاجزة عن التسويق لروايتها الكاذبة بخصوص المستشفيات؟ هو طبعا إسرائيل لم تحقق الهدف السياسي حتى الآن، هي تريد أن تدمر القدرة العسكرية لحركة حماس ولم تستطع، تستطيع أن تقوم بتحرير الرهائن ولم تستطع، استطاعت فقط عقاب جماعي للشعب الفلسطيني من خلال قتل الأطفال والنساء، والادعاء بأن المستشفيات بتستخدم كمراكز عمليات وكبؤرة عسكرية لقادة المقاومة الفلسطينية، وفي إطار يعني ضعف موقفها بتقوم بإلصاق التهمة بوضع أسلحة ليست لحماس حتى يرى العالم أنها تقوم استهداف المستشفيات والمدنيين لأنها بتستخدم كنقطة كنقاط عسكرية. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يرى الآن المذابح والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، بدأ يرى ذلك، وكان يضع عصابة سوداء على عينيه. ومن هنا أطالب بأن المجتمع الدولي بيقف كله صف واحد في قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب كل تلك المجازر، وأن حركة المقاومة هي صامدة حتى الآن بالرغم من يعني شهر وأسبوعين، حتى الآن صامدة. الجيش الإسرائيلي بيفقد توازنه كل ما يمر الوقت، الجيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يقوم بحرب طويلة، كل ذلك خسائر على الاقتصاد، خسائر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأعتقد أن الموقف العربي واضح، هذا الوضوح بيتمثل في المطالبة والتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية بخفض التصعيد وإيقاف إطلاق النيران وإدخال المساعدات، إدخال المساعدات لتكون 200 شاحنة يوميا، بالإضافة أيضا إلى استمرار المقاومة واستمرار الصمود. الصمود ده بيعتبر نصر للشعب الفلسطيني. إسرائيل صحيح توغلت بالدبابات حتى منتصف قطاع غزة، ده بيقول برضو أن التوغل نجح حتى الآن في أن تكسر حاجز الخوف ما بين رجال المقاومة. ما كانوا خايفين من رجال المقاومة الفلسطينية ولم يقوموا بالاجتياح البري، ولكن عشان يكسروا هذا الخوف قاموا بدفع المفارز المدرعة والميكانيكية من خلال التوغل البري. صحيح أنهم وصلوا إلى مستشفيات ومحاصرة المستشفيات تحت مزاعم الوصول إلى تحرير الرهائن، ولكن أعتقد أن المقاومة حتى الآن متماسكة، الأنفاق لم تدمر حتى الآن، الرهائن موجودين في تلك الأنفاق وهي ورقة كبيرة، لكن نتنياهو والجيش الاحتلال الإسرائيلي بيدعي أنه لابد أن يحرر الرهائن بالقوة العسكرية وليس في إطار صفقة كما تقوم بها قطر. ده بيعتبر غرور وصلف للقوة العسكرية. كل ما يمر الوقت وتزايد المظاهرات في الشارع الغربي وفي أيضا في الداخل الإسرائيلي، ده هيكون نقطة قوة على جيش الاحتلال حتى يزعن ويتم هدنة أو إيقاف إطلاق النيران لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني البطل حتى الآن.